اليوم ليس هناك حصانة على أي مكان فيه حوثيون أو من يتعاون معهم. سترفع الحصانة عن ميناء الحديدة. أنا أقول أن معاهدة ستوكهولم هي مولود مات في قبل أن يرى النور ويرى الحياة. هي معاهدة أريد بها إظهار الباطل وإخفاء الحق. ميناء الحديدة نعلم هو الميناء الاقتصادي والقوة الاقتصادية للحوثيين، وصنعاء هي القوة السياسية للحوثيين. جميل دكتور محمد، أنت تتحدث أيضا أنه سيتم رفع الحصانة عن أي موقع، وكما تم رفع الحصانة عن صنعاء وتم القصف، لكن البعض يطرح وربما يكون معهم حق في ذلك، لماذا يتم قصف هذه المنشآت إذا كان بالإمكان تحريرها؟ لماذا يتم تدمير البنى التحتية بالقصف إذا كان بالإمكان تحرير هذه المناطق والاستفادة من إمكانياتها؟ ميناء الحديدة هو ثاني ميناء يمني وبه 6 أرصفة، نعلم ذلك. عندما يقصف من قبل التحالف ستقصف أماكن محددة بدقة، كما قصفت أماكن الحوثيين والعصابات التي معهم في صنعاء. عندما ضرب التحالف الأماكن المحددة كان مراعياً للمدنيين، القانون الدولي، الأعيان المدنية، ولم يتأثر إلا الحوثيون. اليوم يا سيدي وأنا أتحدث معك الآن، موكب المعتوه محمد علي الحوثي أطلق عليه النار فانقلبت سيارته ومات 2 مرافقيه، وهو الآن مصاب إلى حد خطير، وسيلحق الهالكين عبد الملك الحوثي ومهدي محمد حسين المشاط. يا سيدي العمليات ليس بالضرورة أن يعلن التحالف عن كل العمليات. اليوم الطيران صقور سلمان فوق شبوة وفوق البيضاء وفوق مارب تضرب